في الحقيقة بعد ما شفنا المؤشرات الأولى بتاعت المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة وشفنا يمكن تدني المؤشرات الخاصة بكليات القمة مش زي يعني ما كنا متعودين، لقينا في مؤشرات وصلت كانت في 90 بقت في 80 ومؤشرات كانت في 80% بقت في 70. في بتفصلنا عن الإعلان الثاني بتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة بالشعبة الخاصة بالعلم والأدبي ساعات قليلة جدا. النتيجة دي يمكن هتحدد أيضا مصير آلاف الطلاب، وهنبدأ نشوف مين هيخش كلية إيه علشان يبدأوا مراحل جديدة في حياتهم الجامعية ومستقبلهم اللي بينتظرهم. النهارده هنتكلم عن ابرز المؤشرات للمرحله الثانيه، عدد الطلاب اللي شاركوا فيها، يمكن كمان اهم الكليات المتوقع انها تكون موجوده في المرحله دي. معانا الكاتب الصحفي محمد صبحي، مسؤول ملف التعليم العالي بجريده اليوم السابع، منورنا في استوديو هيجاوبنا على كل الاسئله دي. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير عليكم. صباح الخير على الساده المشاهدين. خلينا في البدايه نتكلم على ميعاد اعلان المرحله الثانيه لنتيجه الثانويه العامه في البدايه كده، وأبرز المؤشرات ليها إيه؟ هو زي ما ذكرت أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات انتهت مساء أمس وفقا للجدول الزمني المعلن من مكتب التنسيق بشأن مواعيد تسجيل وإدخال الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني. طبعا الحد الأدنى لطلاب الشعب العلمية كان 64% وطلاب الشعب الأدبية كان 56%، ده الحد الادنى للتقدم لطلاب المرحله الثانيه. 56% مرحله ثانيه للمرحله الادبيه، للشعبه الادبيه ده كان 56%، ده لادخال الرغبات على موقع التنسيق الالكتروني. ايه اللي بيحصل دلوقتي بعد غلق باب تسجيل الرغبات؟ طبعا مكتب التنسيق رفع حاله الطوارئ، بيبدا في فرز رغبات الطلاب، لان هي دي تعتبر المرحله الاضخم في مراحل التنسيق، لان عدد الطلاب تخطى 353,000 طالب للشعبة العلمية والشعبة الأدبية، مقارنة طبعا بالمرحلة الأولى كان 116,000 طالب. فإذا احنا بنتكلم في الشريحة دافين. الأكبر الشريحة الأكبر في المرحلة الثانية. مكتب التنسيق بيبدأ في فرز رغبات الطلاب اللي تم إدخالها على موقع التنسيق الإلكتروني. طبعا كان أمام الطلاب فرصة للالتحاق في كليات الطب البيطري، كليات التمريض، كليات الزراعة، كليات العلوم، كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي. وبالنسبه للشعبه الادبيه كان طبعا في اماكن شغيره امامهم في كليات الحقوق وكليات الاداب وكليات التربيه. دي ابرز الكليات اللي كانت طب بيطري نزلت مرحله ثانيه. بالفعل نزلت مرحله ثانيه، طب بيطري وتمريض ايضا وعلوم وزراعه، ده بالنسبه لي، وحاسبات وذكاء اصطناعي ده بالنسبه لطلاب الشعبه العلميه. الشعبه الادبيه زي ما ذكرنا كان في حقوق وفي تربيه وفي اداب وفي بعض المعاهد، طبعا لان منظومه التعليم العالي النهارده في مصر شهدت طفره كبيره وتنوع في مسارات التعليم الجامعي. صحيح. في مصر. طب بتفسر ايه الانخفاض المعدلات دي؟ يمكن ده السؤال الابرز عند كل اولياء الامور. يعني انا على ايام انا كان في ناس ما عرفتش تخش طب وهي جايبه 96%. بالفعل، لان اصلا يعني في دلوقتي نتائج الثانويه العامه اختلفت عن الماضي. يعني زمان كنا احنا بنشوف طلاب حاصلين على 100%، حاصلين على 101 بعد اضافه الحافز الرياضي و102%. أي. دلوقتي الظاهره دي اختفت. دلوقتي اصبح النتيجه بتخضع لمعايير كتيره، والطلاب النهارده الاوائل بيبقوا جايبين مثلا نقدر نتكلم في 96 و95 و97، فده طبعا بينعكس على التنسيق وبينعكس على انخفاض وتراجع حدود الدنيا للقبول بالكليات، وده شاهدناه في نتائج المرحله الاولى للتنسيق اللي تم الاعلان عنها الاسبوع الماضي يعني. بس بنتكلم بقى دلوقتي عن فكره المؤشرات المتعلقه بالمرحله الثانيه. طبعا رغبات الطلاب هي اللي بتكون المتحكم الرئيسي في الحد الادنى للكليات، لان انا دلوقتي كلنا طلاب خريجين الشعبه العلميه، ممكن انا اكون جايب مجموع على سبيل المثال كليه التمريض او الطب البيطري، بس انا مش حابب ادخلها فهسجل في علوم، هسجل في زراعه، فبناء عليه هي الرغبات اللي مكتب التنسيق شغال على فرزها الان هي اللي المتحكم الرئيسي في وضع الحد الادنى. ولكن احنا عايزين نطمن برضو اولياء الامور ونطمن طلاب الثانويه العامه ان كل طالب ليه مكان في منظومه التعليم الجامعي في مصر، ليه فرصه في الالتحاق بالجامعات وليه فرصه في الالتحاق بالمعاهد. حدود الدنيا ممكن نقول مثلا طب بيطري وتمريض قد تصل الى 88 و87% في تنسيق المرحله الثانيه، وايضا كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي هي بتاتي في المرتبه الثانيه بالنسبه لرغبات طلاب الشعب الهندسيه، وكليه هندسه كانت مسجله 85 في المرحله الاولى.
فاذا هي تقل عنها بواقع 2-3% في المرحله الثانيه، ممكن تصل ل 82% الحد الادنى للقبول بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي. هي اكتر الكليات اللي عليها اقبال السنه دي سواء علمي او ادبي؟ هو يعني هي رغبات الطلاب متفاوته بالنسبه من طالب لطالب على حسب هوايته. اللي يعني بين في المرحله الاولى ايه؟ المرحله الاولى طبعا كان الاقبال على الكليات اللي هي ذات القطاع الطبي والقطاع الصحي، بالدليل ان هي قفلت وما نزلتش في المرحله الثانيه زي كليات الطب لسه البشري. المصريين بيفكروا زي ما هم بالظبط، يعني لسه ما زال التفكير المصري طب هندسه طب بالظبط، وطب اسنان وعلاج طبيعي وسياسه واقتصاد بالنسبه للشعب الادبيه واعلام. يعني هي نفس نفس الرغبات، بالدليل ان هذه الكليات ما نزلتش مرحله ثانيه، فبالتالي هي خدت الطاقه الاستيعابيه المحدده من قطاع الكليات دي والمحدده من اللجنه العليا للتنسيق، فبناء عليه دي انتهت وخدت الطاقه الاستيعابيه. هل في مؤشرات تقول المرحله الثانيه ايه اكتر الكليات اللي عليها اقبال؟ ما هو دي ما بيبقى يعني من المبكر ان احنا نحكم ده، لان ده زي ما قلت لحضرتك مكتب التنسيق شغال عليها لسه، على بيفرز لكن بيفرز مفيش لسه بيفرز الرغبات في الوقت الحالي. بعد الانتهاء من الفرز بتجتمع اللجنه العليا للتنسيق لوضع اللمسات النهائيه للنتيجه، ومن ثم اتاحتها على موقع التنسيق الالكتروني. طب خلينا اروح للشعبة الادبيه، انت قلت لي سياسه اقتصاد واعلام، هل نفس الترتيب القديم برضو ماشي بـ 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 في ذات السياق مع الاسر المصريه؟ هي دي تعتبر الوجهه الاولى لطلاب ادبيه، يعني ألسن تربيه اثار. بالفعل ألسن واثار وسياسه واقتصاد واعلام، هذه هي قائمه الكليات اللي يطلق عليها كلمه كليات قمه بالنسبه لطلاب الثانويه العامه، ولكن احنا برضو حابين نوضح لطلاب الثانويه العامه مفيش حاجه فيها نزلت مرحله ثانيه؟ لا آثار، أظن آثار نازلة مرحلة تانية، ولكن احنا بنتكلم على ان الوجهة الأولى لطلاب الشعب الأدبية هذه الكليات، وأنا حابب أقول لطلاب الثانوية العامة وانتهز الفرصة النهاردة ان مفيش فرق بين كلية قمة وكلية قاع، وان جميع الكليات مهمة، جميع التخصصات أصبحت مطلوبة في سوق العمل اللي موجود دلوقتي، فبالتالي ان الطالب أيا كان التخصص اللي هو يلتحق بيه للدراسة عليه أن ينمي مهاراته وينمي مواهبه ويثبت ذاته داخل هذا التخصص من خلال التفوق، هو ده المعيار الرئيسي وليس الدراسة الأكاديمية والتخصصات. اللي بيتم بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية بيتم إتاحة النتيجة والإعلان عن مرحلة تقليل الاختراب، ودي مرحلة مهمة جدا حابين نشير إليها بالنسبة لطلاب الثانوية العامة، وهي اللي بيطلق عليها مرحلة التحويلات ما بين الكليات. دي بتبقى من خلال موقع التنسيق الالكتروني، ايضا بيعلن عنها مكتب التنسيق بالتزامن مع اعلان نتيجه المرحله الثانيه، تستمر لمده 5 أيام على موقع التنسيق الالكتروني. دي بتتيح للطالب فرصه التحويل ما بين الكليه، وبينقسم هنا التحويل الى تحويل مناظر وتحويل غير مناظر. تحويل المناظر يعني على سبيل المثال انا جالي كليه طب، حد عنده نفس الرغبه نفس التخصص بس يعني هو من المحافظه اللي انا فيها، من طب سوهاج مثلا لطب القاهره بالظبط. التحويل غير المناظر اللي هو من طب لطب اسنان، انا بعد ما جالي طاقه الترشيح بتاعتي فقلت لا طب انا ممكن الاقي نفسي في طب الاسنان مثلا، فبحاول ده بيطلق عليه تحويل غير مناظر، غير مناظر من قطاع لقطاع او من تخصص. هل اللي بيقدمه اختراب يعني هل النهارده اي حد بيقدم اختراب بيتقبل ولا في نسب؟ لا 10% 10% 10% من اجمالي المتقدمين وفقا لما اقره مكتب التنسيق والمجلس الاعلى للجامعه. اختيارهم بيكون بناء على ايه؟ هي الهدف من مرحله تقليل الاختراب من اسمها بيتضح ان هي عوده الطالب الى النطاق الجغرافي الف اللي هو الخاص بي، يعني انا كطالب من حاصل على الثانويه العامه من محافظه الجيزه على سبيل المثال وترشيحي للكليه جه في محافظات الاقليميه، فهدف تقليل الاختراب ان انا ارجع للنطاق الجغرافي الف اللي هو بالنسبه لطلاب محافظه الجيزه بيكون جامعه القاهره، جامعه عين شمس، جامعه حلوان. طب في كلام عن ان اداب وتجاره وحقوق اللي كانت بتاخد يعني اعداد بالالافات هتقل اعدادهم علشان تتيح كمان وزاره التعليم العالي للطلبه ان هم يفكروا في الاختيارات الاخرى اللي اتفتحت. هو بالفعل الكلام ده مدى صحته ايه؟ بالفعل احنا زي ما ذكرت من شويه ان احنا عندنا تنوع في مسارات منظومه التعليم الجامعي في مصر. احنا كنا بناخد كام مثلا في اداب او تجاره او احنا لا الاعداد كانت كبيره جدا، يعني التجاره لو هنتكلم على قطاع كليات التجاره مثلا بياخد الاف الطلاب، وللاسف بتبقى فرصهم في سوق العمل محدوده في ظل
المتغيرات اللي شهدها سوق العمل والتدخلات اللي حصلت للذكاء الاصطناعي والقطاع الحاسبيه. من هنا كان التوجه ان احنا نقلل اعداد الطلاب شويه بحيث ان الطلاب يكون امامهم فرصه للالتحاق بالكليات اللي هي او الجامعات التكنولوجيه تحديدا اللي هي بتتواكب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل في الفتره المقبله. لان النهارده الطلاب بتقدم باعداد كبيره جدا في كليات سواء الحقوق سواء الاداب سواء التربيه، وفي الاخر بيخرج الطالب ما عندوش فرصه كامله في سوق العمل. فاحنا دائما وابدا بنقول لطلاب الثانويه العامه لا، سوق العمل مفتوح، سوق العمل محتاج ان انت تدرس التخصصات الجديده. احنا زي ما قلنا وفقا للتوجيهات السيد الرئيس يعني عندنا 10 جامعات تكنولوجيه بالفعل بدات في استقبال الطلاب، وفي توجيه ان احنا نعمل 17 جامعه تاني. بس هو كل اللي حصل يعني فيما يتعلق بتنوع التعليم او الدراسه في قصه الجامعات التكنولوجيه او يعني مجال الحوسبه يعني لا يعني ما شاهدناش تطوير في المجال الادبي في استحداث كليات جديده، ما شفناش يعني تطوير في مجالات طبيه باستثناء يعني قصه العلاج الطبيعي او كليات التمريض عفوا. تعليق حضرتك الكلام اللي بقوله صح الاول؟ هو انا بس يعني ارد على حضرتك بنقطه مهمه، وهي ان زي ما ذكرت فعلا في تطور في كمي كبير جدا في قطاع الحاسبات والذكاء الاصطناعي. اصبح لدينا 91 كليه ومعهد للحاسبات والذكاء الاصطناعي في مصر. هو ده جميل، بس الحاجات بالنسبه للقطاع الادبي وكليات الاداب والحقوق لا، في بيحصل تطور للوائح الداخليه للكليات، بيحصل مواكبه وطرح برامج دراسيه جديده للغات وليكن الالمانيه، اللغات العبريه، اللغات الاسبانيه، يعني في اقسام. بمناسبه معلش انا اسفك اللغات، يعني احنا في بعض المواد في الثانويه العامه زي اللغات الثانيه مثلا جغرافيا علم النفس ما بقتش بتدخل في المجموع، اقسامهم بقى هتبقى عامله ايه في الجامعات؟ حتى هذه اللحظه هذه الاقسام باقيه وموجوده داخل الكليات، والطلاب بتقدم في الالتحاق بها بعد انتهاء مراحل التنسيق طبعا وطباعه بطاقه الترشيح النهائيه من مكتب التنسيق، ولن يصدر اي قرارات من وزاره التعليم العالي او من مجلس الاعلى للجامعات بخصوص الغاء اقسام بعينها مثلا من كليات الاداب، لا الكليات قائمه، الاقسام المختلفه فيها موجوده زي ما هي، والتحاق الطلاب بها حتى الان زي ما هو، ما فيش اعلان رسمي سواء تخفيض اعداد سواء غلق اقسام، لم يصدر اي قرارات في هذا الشان يعني. طيب كليه الهندسه زادت 8 درجات عن السنه اللي فاتت بالفعل. هل الكلام ده برضو زاد على حاسبات وذكاء اصطناعي؟ ده ولا هي حاسبات ومعلومات بقت حاسبات وذكاء اصطناعي، ولا هي حاسبات ومعلومات مختلفه عن حاسبات؟ لا، هي قطاع الحاسبات والذكاء الاصطناعي كليه واحده. يعني حاسبات ومعلومات اصبحت كليه الحاسبات حاسبات والذكاء الاصطناعي. تمام بالفعل. الكلام ده انا يعني من الواضح طبعا والمتابع لنتيجه الثانويه العامه وفقا لما اعلنه الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي ان نتائج الطلاب الشعبه العلميه شهدت ارتفاع مقارنه بالعام الماضي، فده انعكس على الحد الادنى للقبول بالكليات. اوكي. وده ادى في رفع الحد الادنى للقبول، على سبيل المثال العام الماضي كان الحد الادنى لتنسيق المرحله الاولى 88% لشعبه علم علوم. هذا العام كان 90%، ده نتيجه ان حصل ارتفاع في النسبه العامه لنجاح الطلاب في الثانويه العامه في مجاميع وشرايح مجاميع الطلاب، فده انعكس بالفعل. وجدنا ان في 8 درجات واكثر زياده في الحد الادنى للقبول بكل كليات القطاع العلمي، وفي المقابل كليات نتيجه طلاب الشعب الادبيه كانت شهدت انخفاض مقارنه بالعام الماضي، وده انعكس ان تنسيق القبول في هذه الكليات انخفض عن العام الماضي ايضا. طيب النتيجه بقى بعد اعلانها، هل من المفترض يبقى في تسجيل للمرحله الثالثه كمان؟ هو زي ما ذكرنا بعد المرحله الثانيه مكتب التنسيق بيفتح مرحله تقليل الاختراب، وده بيكون بيستفيد منه طلاب المرحله الاولى وطلاب المرحله الثانيه. يعني المرحله الثالثه هي بس الاختراب، مفيش كليات؟ لا، في مرحله ثالثه بعد تقليل الاختراب. يعني الجدول الزمني لاعمال مكتب التنسيق المرحله الاولى ودي انتهينا منها، المرحله الثانيه يعتبر شغالين فيها خلاص، فاضل لنا اعلان النتيجه، بعد كده مرحلة تقليل الاغتراب، وأخيرا المرحلة الثالثة للتنسيق. طب لو عملنا تحليل للغة الأرقام فيما يتعلق بطلاب الثانوية العامة، احنا عندنا 750 ألف طالب صح؟ بالفعل. 500 ألف منهم طلاب علمي علوم. الكلام ده سليم؟ يعني أكتر من ثلاث علمي علوم وعلم رياضة. بالفعل. يعني الشعب العلمية بشكل عام. من التلتين. صح كده؟ بالظبط. ال 250 ألف بس
داخلين في الشعب الأدبية، تحليلك لهذا الأمر؟ هي دي بترجع لرغبات الطلاب زي ما قلت لحضرتك من بداية الثانوية العامة. هو الطلاب بتبقى عندها شغف وحب لكليات القطاع العلمي أو القطاع الطبي والصحي في مصر، فهم ده اللي بيدفعهم للالتحاق بالشعبة العلمية، سواء الشعبة العلمي علوم أو شعبة الرياضيات اللي هي الشعبة الهندسية. ولكن المجاميع هي اللي بتبقى متحكم رئيسي، هي ورغبات الطلاب في مسألة حسم تنسيق الكليات والحدود الدنيا لإعلان تنسيق الكليات. لكن الأرقام الشعبة العلمية أعدادها أكبر هذا العام مقارنة بالعام الماضي، النتائج بتاعتها أعلى مقارنة بالعام الماضي، فإذا ده انعكس على التنسيق وأدى إلى رفع الحد الأدنى في نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، أدى إلى الانتهاء من قبول كامل الطاقة الاستيعابية لكليات الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي بالنسبة لشعبة علم علوم، وأيضا كليات الهندسة ما فيش أماكن شغيرة أمام طلاب المرحلة الثانية. بس فهو ده دي يعني كل الأمور مرتبطة ببعضها، بداية من التخصص في الشعبة في الثانوية العامة وحتى الوصول إلى الكلية. إيه اللي بيتم بعد مرحلة تقليل الاغتراب؟ هنستكمل هو المرحلة الثالثة للتنسيق، ودي بتكون طبعا الحد الأدنى ليها 50% سواء لشعبة علمي أو شعبة أدبي. احنا بنتمنى لهم أكيد كلهم التوفيق، وإن شاء الله كل حد يجي له الكلية اللي هو عايزها، وأهم حاجة بس إن احنا نفهم إنه خلاص يعني ما بقاش زي زمان الموضوع إن أنا لازم أبقى خريجة سياسة اقتصاد أو إعلام أو طب أو هندسة، لا، في كليات تانية مطلوبة وسوق العمل في الحقيقة فأمس الحاجة ليها. بشكرك أستاذ محمد صبحي، مسؤول ملف التعليم العالي بجريدة اليوم السابع. شكرا، تحياتي لحضرتك.